يعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى سيغادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته يوم غد الجمعة الموافق للحادي عشر من شهر مارس الجاري متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله لحضور العرض العسكري رعد الشمال الذي يعد الأكبر في تاريخ المنطقة بمشاركة عشرين دولة عربية وإسلامية إضافة إلى قوات درع الجزيرة والذي يقام في مدينة الملك خالد العسكرية بمدينة حفر الباطن شمال المملكة العربية السعودية رافقت جلالة الملك المفدى سلامة في الحل والترحال